حكم العمل في الجيش. بالنسبة للبلاد الغربية مسلمون شيخنا يعملون في الجيش، مثلا في إسبانيا في المغرب في مدينة تسمى مدينة مليلية محتلة من طرف إسبانيا، في مسلمون كثر يعيشون في هذه المدينة يعملون في هذا الجيش شيخنا، فما حكم ذلك شيخنا؟ أما العمل في الجيش بالبلاد الغربية فإن كان الأمر باختيارك فابتعد عن العمل في الجيش إلا إذا كانت هناك ملابسات أجبرتك على ذلك. وأريد مزيدا من الإيضاح حول السؤال بارك الله فيك، لكن لأول وهلة إذا كنت مختارا ابتعد بارك الله فيك.